بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. احنا قلنا أن متعلق الجر والمجرور يبقى متأخر، والجر والمجرور يتقدم، يبقى فيه هنا حصر وقصر. نقول لزيد المال، يعني ليس لمين؟ لغيره. إذا قدمتها كده يبقى لزيد المال، يبقى ما حدش مين؟ على ربهم يتوكلون، أي لا على غيره. يبقى قصر التوكل على مين؟ على الله. ما هو التوكل؟ التوكل أن تؤمن بأن لك وكيلا يقوم لك بمهام أمورك، بدليل أن الشيء الذي لا تقوى عليه تقول إيه؟ أنا وكلت فلان يعملون. ولما توكل تقعد مطمئن تقول لا، ما أنا موكل فلان، يبقى في قضية كلها لبخ ومش عارف، يقول لك ما أنا وكلت محامي. يبقى إذا المعنى يتوكلون إيه؟ يعني يكلون أمورهم على من ائتمنوه، على إيه؟ على أمورهم وعلى مصالحهم. الحق سبحانه وتعالى خلق الكون وخلق فيه أسباب تؤدي إلى مسببات. الأسباب والمسببات، الأسباب مقدمة والمسببات النتيجة. وبعد ذلك ترك أمورا ليس فيها أسباب إلا أن تلحظ دائما المسبب وهو الله. فكل أمر يعز عليك في أسبابه إياك أن تيأس من أنه لا يحدث. قل لا، تلك هي قضية الأسباب، أما أنا فلي إيه؟ رب خلق الأسباب ويخرق للنواميس. الناس تخلط بين عمل جوارح وعمل قلوب. التوكل عمل قلب. يظن الناس ان التوكل انك لا تعمل، يقول انا متوكل على الله، نقول له لا، التوكل مش عمل جوارح، التوكل عمل مين؟ قلوب. ولذلك المؤمن الذي استقبل منهج الله كله الاسباب والمسبب الاعلى يوم يقول الجوارح تعمل والقلوب تتوكل. يعني الجوارح تحرس الأرض وتختار البذرة الطيبة وتنشرها في الأرض وبعدين ترويه وتتعهدها وكل حاجة، دي اسمها إيه؟ الأسباب. وبعد ذلك لا تركن إلى الأسباب، بل قول فوق ذلك المسبب، لأن من الجائز إن الزرع يخضر ويعمل ومش عارف الكوز قد كده والسنبلة قد كده، وبعدين تجيبه تجي له آفة من مطر أو حر أو إلى آخره، إيه؟ تضيعه. يبقى إذن الجوارح تعمل إيه؟ والقلوب تتوكل. اللي ينقل بقى التوكل إلى الجوارح نقول له أنت تواكلت. ما يبقاش توكل، يبقى اسمه ايه؟ تواكل. نقلت عمل الجوارح، نقلت عمل القلب الى مين؟ الى الجوارح. الجوارح تعمل والقلوب ايه؟ تتوكل. هنا علشان تعرفوا انهم كذابين، اللي يعملوا العملية دي ينقل عمل القلب الى الجوارح يبقى كذاب. يجي مثلا ما يشتغلش يقول لك يا عم انا متوكل على الله ومش عارف ايه، تقول له والله انت متوكل على الله، ان ما سالتنيش او ما سالت زميلك حاجه انت حر، انما تيجي تسالني حاجه اقول لك لا، انت ما خدتش الايه؟ الاسباب، وانت قوي على اخذ المين؟ الاسباب.
تقوم تقول له والله لو انت كنت صحيح صادق في كلمة انك متوكل على الله كان ساعة ما جات لك الأصعى وفهل عليها الحتة اللحمة وبتاع توكل على الله ودع القطعة من اللحم تقفزه إلى فمك. اشمعنا لما جات قدامك شغلت جوارحك وخدتها وحطتها ببقك؟ يبقى دي تتوكل كذب بقى. يبقى انت توكلت على الله فيما يريحك لا فيما يربحك شغلت جوارحك. يبقى اللي عايز يتوكل صحيح يعمل ايه؟ ما يشغلش جوارحه في حاجه. طب يفرض ان قطعه اللحمه واحد عملها لي كده ورماها في ايه؟ في بوق. تتوكل ما تمضغهاش. مضغته توكل ما تبلعهاش. لكن انت بتعمل كل ده ولا لا؟ يبقى إذن أنت تستخدم جوارحك في الأمور التي تريحك وتربحك وما تستعملهاش في الأمور اللي إيه؟ إلا تتعب. يبقى ده توكل إيه؟ وعلى ربهم يتوكلون. أي لأن الأسباب من خلق مين؟ ما هي الأسباب من خلق الله. يبقى أنت حين ترى الأسباب أنت برضو رايح إلى مين؟ إلى الله. لكن إذا عزت عليك الأسباب فاعلم أن لك إيه؟ لك ربا. ولذلك قال على ربهم. وما هو الرب؟ الرب هو الخالق من عدم والممد من عود. وما دام خلقك وأمدك من عود قبل أن يكلفك قبل ما يطلب منك حاجة خالص يبقى معقول أنه يسلمك؟ يبقى ما يسلمكش. بس خلق لك جوارح شغل الجوارح فيما خلقت ايه؟ فيما خلقت من اجله. وعلى ربهم يتوكلون. دي الامور القلبيه امور المواجيد الوجدان يعني اللي هي ايه؟ اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون. هينتقل لاعمال الجوارح بقى. الذين يقيمون الصلاه عمل جوارح قيام وقعود وقراءة وتسبيح وتهليل ويأتون الزكاة يطلع الزكاة وإيتاء الزكاة. مش بس هي العمل ده العمل العمل سابق لإيتاء الزكاة لأنه جاب الأصل اللي هنزكى عنه. ولذلك تجد الاثنين دول الزكاة والصلاة مقرونين دايما بإيه؟ لا تجادوا تجدوا آية فيها صلاة إلا وفيها مين؟ فيها الزكاة. ليه؟ قال لك ليه؟ قال لك لأن الصلاة ترك أمورك الحياتية اللي انت بتسعى فيها دنيا الأسباب وتذهب إلى الحق سبحانه وتعالى تقف بين يديه. يبقى اقتطعت جزءا من الزمن الذي كنت تقضيه في حركة حياتك. طب والزكاة بتقتطع جزء من مالك. تقتطع جزء من ايه؟ من مالك. ولذلك قلنا ان الصلاة فيها زكاة وزيادة. ليه؟ لان الزكاة انت بتطلع مثلا 2.5% بعض المال. لكن في الصلاة انت بتضحي بالوقت اللي يجيب العمل، العمل اللي هيجيب الاصل. يبقى الصلاة فيها زكاة ولا لا؟ اكتر. لان الزكاة بتتنازل عن بعض المال. لكن في الصلاة أنت تتنازل عن الوقت الذي هو محل العمل الذي هو محل مش الزكاة لا وعاء الزكاة اللي هيجيب الشيء اللي احنا نزكي ايه؟ نزكي عنه. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. احنا قلنا ان الرزق هو ما انتفع به الانسان. كل شيء انتفع به الإنسان يبقى اسمه إيه؟ رزق. ولو كان حرام يبقى برضو رزق. يعني الحرامي لما سرق برضو خد إيه؟ بس رزقه مش الطيب. رزقه مش الإيه؟ مش الطيب. ومما رزقناهم ينفقون أولئك اللي فيهم الخمس خصال دول وجلت قلوبهم وزادت إيه؟ الآيات في إيه؟ في إيمانهم. وعلى ربهم يتوكلون ويقيمون الصلاة ويؤتون الايه؟ الزكاة. أولئك
هم المؤمنون حقا. أولئك هم المؤمنون حقا. هو الحق إيه؟ مؤمن حق يعني إيه؟ الحق هو الشيء الثابت الذي لا تتغير ولا تذهب به الأغيار، ولذلك تلتقي عنده كل الناس، وخاصة إذا كان يتعلق بمصالحه. افرض أن واحد مبطل وبعد ذلك اتخذ الباطل لأنه جاب له إيه؟ جاب له حاجة مش بتاعته. بالله لو أن هذه المسألة أخذت منه يفزع عشان يطلب بحقه ولا ما يفزعش؟ يطلب بحقه. يبقى الحق هو الشيء الثابت، وما دام شيء ثابت ما يتغيرش، وان جاء له الباطل شويه يزحزحه كده، انما يفضل ايه؟ يفضل هو برضه ثابت. ولذلك يقول ايه؟ انزل من السماء ماء، انزل من السماء فسالت اوديه بايه؟ بقدرها. الاوديه سالت من الماء، كل وادي خد على ايه؟ على قده، على قد خلقه. فسالت اوديه بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. انت لما تشوف السيل وهو نازل تقوم تقول تلاقي عليه رغاوي. الرغاوي دي عباره عن هوى اللي سببه شويه القش وشويه العفس والاشياء اللي بتيجي لكن اتظل الرغاوي دي. فاحتمل السيل زبدا ايه؟ رابيا. ومما يوقدون عليه في النار، ضرب المثل في الميه وفي النار. ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حليه او متاع زبد مثله. لما تشوف بقى قطعه الحديد وهي داخله النار تقوم تلتفت تلاقيها تعمل ايه؟ تدي شرار كده وتطلع اشياء منها كده، اللي بيسموه خبث الحديد. خبث، كل ما تطلع كل الحديد ما يبقى ايه؟ صافي وحقيقي، صافي ونقي. ولذلك كل حاجه عايزين يعملوه من اصول بيتنهم يولعوا عليه لحد ما يطلعوا منه الايه؟ مثلا ذهب وعليه مخلوط، او فضه ومخلوطه، او نحاس ومخلوط، النار تعمل ايه؟ يفتنوه على النار، فاذا بها تطلع الحاجات اللي هي ما هياش من الايه؟ من المعدن. ومما يوقدون عليه ابتغاء حليه او متاع. الحليه زي الذهب مثلا، متاع زي السيوف وزي الخناجر والحاجات اللي بنعملها دي، زبد مثله. يبقى فيه زبد في الحديد إيه؟ وفيه زبد في الايه؟ اما الزبد فيذهب جفاء. بعد ما يجي السيل كده وياخد الزبد ويكرشه قدامه كده، تبص تلاقي بعد مده الزبد ده راح في الجوانب كده، الريم اللي احنا بنسميه الريم جه على الجوانب، والميه فضلت ايه؟ فضلت صافيه. كذلك الحديد برضه تحطه في النار يطلع من الايه؟ الخبث بتاعه، وبعد ذلك يظل الايه؟ كذلك يضرب الله الحق والباطل. الحق يعمل ايه؟ يبقى ثابت، والزبد يعلو كده وبعدين ايه؟ وبعدين يروح. وثبات الحق ليس جعلا، هو ثابت كده. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يعطي لنا في آية قرآنية المعنى ده، يقول ايه؟ وجعل كلمة الذين كفروا سفلى. خد بالك ايه؟ وجعل كلمة الذين كفروا السفلى. وبعدين قال ايه؟ هل وكلمة الله العليا؟ لا، ده قال وكلمة الله هي العليا. الله، يبقى كلمة الله هي العليا، دي مش جعل من احد، ده هي القضية الايه؟ وجعل كلمة الذين كفروا ايه؟ السفلى، وكلمة الله هي العليا. اوعى تقول جعل، لان دي كلمة الله العليا مش جعل، ده هي ثابتة حتى ولو على مين؟ ولو على الباطل بتاع الايه؟ بتاع الزبد. اولئك هم المؤمنون حقا. وما دام مؤمنين وحق، واحنا قلنا كلمة حق دي كلمة كبيرة، لانها تديك حقيقة الايه؟ حق اليقين. احنا قلنا لما النبي سأله قال له كيف أصبحت؟ قال له إيه؟ أصبحت بالله مؤمنا حقا. فالنبي لحقه وقال له اوعى تقولها كلمة إنشائية كده، لكل حق حقيقة. فما حقيقة إيمانك حتى تكتري تقول إيه حقا؟
قال له عزفت نفسي عن الدنيا فاستوى عندي ذهبها ومدرها. الذهب زي الحصى، وكأني أنظر إلى أهل الجنة في الجنة ينعمون، وإلى أهل النار في النار. في حقيقة أكثر من كده بقى؟ يبقى صحيح. قال له عرفت فالزم. أولئك هم المؤمنون حقا. وبعدين ما دام مؤمنين حق يبقى في مؤمنين نص حق، في مؤمنين بس مش حق، يعني منازل بقى. ما دام المنازل يبقى لازم في درجات، على كل قدر من الصفاء عطاء، كل قدر من الصفاء له ايه؟ له عطاء. يقوم اللي بيزيد في الصفاء يبقى له عطاء مناسب ولا لا؟ يبقى له عطاء اذا كان البشر نفسهم حينما يخصهم واحد بوده يعملوا اياه ايه؟ يفيضون عليه من خيراتهم. ان كان مش عالم وهم علماء يديله شويه علم، ان كان ضعيف يديله شويه ايه؟ شويه قوه، ان كان فقير يديله شويه ايه؟ شويه مال، ان كان ارعن كده وبتصارد يديله شويه عقل يقول له لا بلاش دي اعمل دي كذا 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 كذا. الله، اذا اهل الموده والخصوصيه يفاض عليهم من اهل الايه؟ فالذي وجدت فيه هذه الصفات ومؤمن حق يوم يعمل ايه بقى؟ له درجات عند ربه تناسب مين؟ تناسب حظه من الحق وحظه من الايه؟ من الصفاء. ولذلك علشان تعرف ان الحق ده الطريق بتاعه لما يجرب، واحد مثلا بيصلي الاوقات الخمسه ده المطلوب العام، وبعدين مثلا خلاهم 10 فروض مثلا بالليل ويصلي منفرد، لا يروح يصلي في الجماعه وفي الجامع ويلزم نفسه بمنهج الله كده اسبوع واحد، يوم يجد نفسه ايه؟ يجد نفسه خدت حظ من الصفاء لم يكن موجود عنها من الاول، والتفت تبقى له اشراقات كده وتجليات. افرض انه خارج كده من البيت والست قالت له هنطبخ ايه النهارده؟ يقول لها هنقضيها كده وبعدين التفت وخرج كده، وبعدين جه التفت لقى اخوه جاي من البلد جايب له ذكر بط وجايب له فطير وجايب له قشطه وجايب له مش عارف. تقول له انت كنت عارف؟ والله والله ما كنت عارف، ده هي طلعت كده. ده عطاءات الصفاء، عطاءات الايه؟ عطاءات الايه؟ الصفاء. لو كان يتعب نفسه اسبوع في زائد عما فرض الله من جنس ما فرض الله ثم لا يحس في نفسه صفاء واشراقا وشفافية، أيستمر ولا يسكت؟ يسكت. اما الايه اللي بيخليه يستمر بقى؟ انه شايف كل ما يزيد حاجة يلاقي عطاء، كل ما يزيد يلاقي عطاء. ولذلك اللي يمشي بالطريق ده ما يرجعش منه تاني ابدا ابدا، يتنوا في الزياده ايه؟ يتنوا في ليه؟ لانه مش مكذوب. افرض ان واحد قال لك انا عايز اروح اسكندريه، تقول له والله ممكن تروح عن طريق كذا وعن طريق كذا، بس طريق كذا فيه كذا وطريق كذا فيه حته استراحه كده، على ما تمشي شويه بالنهار تبقى نفسك تتفتح تلاقي حته تفطر فيها افطار كويس، وبعدين تمشي شويه تلاقي حته تشرب فيها قهوه، وبعدين تروح مش عارف تلاقي غدي، وبعدين تلاقي مش عارف، وبعدين امشي اول محطه الاقي زي ما قال لي. ده يشجعني ان انا اعمل ايه؟ ان انا اروح المحطه الثانيه. انما لو لقيته ما صدقش بالاولى. فكذلك اهل الصفاء هم اهل العطاء، وعلى قدر صفائهم يكون الايه؟ يكون هذا الايه؟ العطاء. وده اللي بيشجع الناس بقى اللي ايه؟ اللي بتبالغ في المسائل بقى ويعملوا ويقول لك مكذوب واللي مش عارف ايه. مكذوب ايه؟ ما هو مكذوب يعني متاخد كده. ايه اللي اخده؟ الاماميه اللي بتشوفها، الاماميه عماله تجرجر فيه. وبعد ذلك يجوا مثلا يلاقي الناس مثلا مشرفين على الدنيا يقوم ينظر لهم كده سبحان الله، لا بدولي انت مالكش دعوه بهم دول خالص، ما دام ولا يسالونك شيئا اياك ان تتعرض لهم، سيبهم في حالهم، ما دام ما قالكش الديني مالكش دعوه بهم. لهم درجات، درجات عند ربهم. ده الدرجات عند البشر، ارتقاءات عند البشر بيسعى اليها، مش كده ولا لا؟ طب اذا كانت الدرجات عند الرب بقى يبقى يسعى اليها ولا ما يسعاش؟ لهم درجات عند ربهم، وما دام لهم الدرجات يبقوا ضمنوا المغفره ولا ما ضمنوش؟ لانه هو هياخد درجات ارتقاء، يبقى الاول يطهر ولا ما يطهرش بالمغفره؟
يطهر بالمغفرة. ايه دي ما ربنا قال دي ليه وجايب الدرجات قبل المغفرة؟ أم قال لك لأن الحق سبحانه وتعالى خلق الخلق وهو يعلم أنهم أهل أغيار، فعلشان حتى الذين أسرفوا على أنفسهم مش بمجرد ما أسرف على نفسه في حاجة يا خلاص يقول له لا اعمل شوية يمكن دي تشيل دي، إن الحسنات إيه يذهبنا الإيه السيئات. ولذلك احنا قلنا زمان أن دين الله ومعالم دين الله تأخذ حظها من المسرفين على أنفسهم. الذي لم يسرف على نفسه طائع رتيب كده يبقى ما فيش حاجة بتلهب ظهره، إنما اللي عمل سيئة ولا حاجة السيئة بتعمل إيه فيه؟ بتلهب ظهره، يقول لك اعمل كده علشان ربنا يغفر لك، ابن المسجد، اعمل مش عارف مجمع إسلامي، اعمل معهم، اعمل يبقى هو إيه؟ أخذ من الله شيئا واحدا من خلف منهجه. يوم ربنا يقول له لا انت اوعى تكون فاهم انك بتضحك علينا، انا هطفحك الدم في خدمه منهجي. ويقعد بقى يعمل دي ويعمل دي ويعمل دي ويعمل دي. ادي معنى ان الله لا ينصر هذا الدين بالرجل الايه بالرجل الفاجر، لان فجر عين عامل له زي الغول قدامه. يوم يقول لك لا عملت كذا، طب اعمل كذا عشان تضيع، اعمل كذا عشان تضيع، اعمل كذا عشان تضيع. انما اللي ما عملش حاجه يبقى ايه قلبه ايه قلبه هادي مطمئن، ما فيش حاجة تلهبه. لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. طب ده الرزق ناشئ من كريم، الرزق جاي من مين؟ من كريم. قال لك لا، ده الكرم تعدى من الكريم الأصيل إلى أن الرزق نفسه بقى كريم. الرزق نفسه بقى كريم إزاي؟ أم قال لك الرزق يتعشق صاحبه، يتعشق ايه صاحبه. ما هي النعمة ساعة ربنا ما يدي الواحد نعمة وبعدين يستعملها في الطاعة، النعمة تبقى مبسوطة بيك لأنك بتستعملها في ايه في الطاعة. يومت ايه النعمة تربو عندك وتصر لما تجيلك. ولذلك تلاحظ ان الرزق أعلم بمكانك منك بمكانه. انت ما تعرفش عنوان الرزق فين، انما الرزق عارف عنوانك، يدعبس كده ويتنه جاي لك لحدك كده. الرزق بمكانك اعلم منك بايه بمكان. يبقى كأن الكرم تعدى الى مين؟ الى الرزق نفسه، فاصبح الرزق ايه الرزق كريم. الحق سبحانه وتعالى ما يديني الصور دي يقوم يديها لي مثلا يقول لك الظل انا بستظل فيه، انما ده الظل نفسه مظلل. ظل ايه؟ ظل ظليل. ظل ظليل في حاجه تظلك انما هي في الشمس، وحاجه تظلك وهي في الايه في الظل. زي ورق الشجر مثلا، الشجر ده الورق اللي تحت مظلل بالورق اللي هو. ولذلك تلاقي مثلا اعددك تحت شجره مش زي قعدتك تحت سقف من القماش مثلا. ليه؟ أم قال لك لأن سقف القماش متعرض للشمس، إنما الشجرة اللي مظللك من الورق اللي أدنى مظلل بالورق اللي إيه؟ يعني عامل لك إيه؟ عامل لك تكييف. ولذلك دي مأخوذ بينما يعملوها دلوقتي سقفين اتنين، سقفين اتنين عشان يعمل إيه؟ عشان ايه يكيف الايه يكيف الجو. لذلك الشاعر لما حب يدينا الصوره دي يقول ايه وقانا لفحه الرمضاء واد سقاه مضاعف الغيس العميم، يعني المطر نزل ايه عليه، حللنا دوحه الدوح الشجر الملتف الكتير فحنى علينا حنو المرضعات على الفطين وأرشفنا على ظمأ زلالا ماء زلال ألذ من المدامة الإيه للنديم. خلاص يصد الشمس أنا واجهتنا، الشمس تيجي من هنا في مدلدل وفروع مدلدلة وورق مدلدلة من ناحية جت من هنا فروع مدلدلة من هنا، يصد الشمس أنا إيه واجهتنا فيحجبها
ويأذن للنسيم. يبقى الورق ايه؟ يصد الشمس، انما يأذن لمين؟ للهواء. انما الحاجة الصمة إيه؟ صحيح تصد الشمس، انما تمنع ايه؟ تمنع الهواء. لهم مغفرة ورزق كريم. هنرجع بقى للأصل بقى اللي هو الخلاف على الغنائم والأنفال ومش عارف الايه. وبعد ذلك الخلاف على الأنفال ده عايز كذا وده عايز كذا، واختلفوا وربنا فصل بالحكم، قال الأنفال لمين؟ وثبت أن الأنفال لمين؟ لله ورسوله، ولم يعد لأحد ايه كلام. قال له هذه الحادثة في الأنفال هي الحادثة بعينها اللي حصلت في الخروج إلى الحرب. طب هم انت لما جيت تخرج للحرب مش كان فريق منهم كاره ولا مش كاره؟ وبعدين رضي ولا مش رضي؟ كذلك يبقى حالتهم في الغنائم كحالهم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. رضوا بقسمة الله في الغنائم خلاص قبل أن إيه؟ رفضوه، كما قبلوا أن يخرجوا لملاقاة النفير وقد امتنعوا أولا من ملاقاة الإيه؟ النفير. يعني الحالة دي زي الإيه؟ زي الحالة كما أخرجك ربك من بيتك بالحق، يعني مسألة الغنائم انتهت إلى أنها ثبتت خلاص، وثبتت رغم أنهم كان إيه؟ كانوا كارهين له، كما ثبت خروجك للحرب لحرب النفير مع أنهم كانوا إيه؟ كارهين. وإن فريقا من المؤمنين لإيه؟ لكاره. والكارهون دي هل هي طعن فيهم؟ أم قال لك لا، دي كانت لها حيثية، لأن الذي يريد أن يخوض معركة يبقى بس يغلبه على الظن أنه ينتصر، إنما ما غلبش على ظن أنه ينتصر مثلا تبقى مجازفة ولا مش مجازفة؟ مجازفة. وهم عدد قليل ولا معهمش عدد ولا فيش مراكب إلا فرسين اثنين، وكانوا خارجين ليه؟ خارجين علشان البضائع والعير، مش خارجين عشان ملاقات الايه؟ فكأن حيثيات الكراهية العملية مش تأبي على أوامر الله ولا مطالب الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن بالمقاييس البشرية مفيش توازن، مفيش ايه؟ توازن. الحق سبحانه وتعالى يريد أن يثبت لهم أنهم لو ذهبوا وانتصروا على العير يقول لك جماعة قطع طريق وقاموا على بضائع نهبوه، ولا كان شوية ويا العيل الأربعين واحد وهم 300 وكذا، معقول إنهم يعني؟ قال لا، ده ربنا عايز ينصرهم على النفير الذي استنفروه من مكة بعددهم الضخم وعددهم ووجهائهم وصناديدهم. يبقى لو كان نصرهم على العير ما يبقى زي ما ينصرهم على مين؟ لأن الله يريد أن يحق حقا، يحق حقه. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. يبقى كما تدل على تشبيه حالة بحالة، يعني ثبتت الغنائم لله وللرسول بعد أن كرهوا ذلك، كما خرجوا مع كراهيتهم لمين؟ لذلك. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. وفريق من المؤمنين ما أخرجتهمش الكراهية عن الإيمان، ومعنى فريق، الفريق هم الجماعة يفترقون عن جماعة يجمعهم رابط واحد. يقول لك يتكونوا فرق، الجيش يتكون فرق يجمعهم كلمة إيه؟ جيش. وبعدين اتوزعوا إلى إيه؟ إلى فرق. الفرق دي أخرجها الله من الإيمان ولا هم من المؤمنين برضو؟ لأنه هو بيقول في نفس الحق سبحانه وتعالى يقول كتب عليكم القتال وهو كره لكم، لكن اسفهموا قضية وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. كما أخرجك ربك من بيتك، بيتك يعني المدينة، كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. يجادلونك في الحق بعدما تبين، كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. يجادلونك في الحق أي في الخروج،
بعدما تبين لهم ايه اللي تبين؟ الله وعدهم احدى الطائفتين. طب ما دام الله وعدكم احدى الطائفتين ليه ما تاخدوش الوعد في اقوى الطوائف؟ خدوا الوعد في اقوى الطوائف، انما تاخدوا الوعد في اضعف الطوائف. ان الله وعد احدى الطائفتين انها لكم، فكان المنطق والعقل يقول ما دام وعدنا احدى الطائفتين يقوم احنا نعمل ايه؟ الانفع للاسلام وللحق الذي نحارب من اجله ان تكون الطائفه المضمونه دي ناخدها منين؟ على اهل القوه والشوكه. انما تاخدها على اهل العير ما كانش تديك الحق والصحيح. هي اكسب لكم، هي اكسب لكم. يجادلونك في الحق بعدما تبين، اي بقول لا يجعلكم الله احدى الطائفتين انها ايه؟ يبقى المنطق هو الله وعد رسوله باحدى الطائفتين، والطائفتين فيه واحده عير وواحده نفير. لان تنتصروا على العير شرف لكم، ولا تنتصروا على النفير؟ ما دام واحده مضمونه خلوها القويه، خلوها الايه؟ القويه. يجادلونك في الحق بعدما تبين كانما يساقون الى الموت وهم ينظرون. فيه سوق وفيه قيادة. القيادة تكون من أمام لتدل الناس على الإيه؟ على الطريق. السوق يكون من خلف. والسوق بيعمل إيه؟ إحساس للمتقدم أن يقصر المسافة مع تقصير الزمن. يعني بدل ما نروح في ساعة يقول لك يا تسوق علشان نروح في ايه؟ في نص. يبقى السوق منين؟ من الخلق. ويساقون الى الموت، يعني مش هم اللي منجذبين له، ده مدفوعين اليه دفعا. وهم ينظرون بشاعة الموت ليه؟ ام قال لك لانهم بقى تصورهم ان الف، يبقى كل الف امام 300 وكذا، يبقى كل واحد هيبقى امله كام؟ ثلاثة. وثلاثة معهم ايه؟ عددهم، ومعهم مش عارف ايه وبتاع وحاجات دي. فكأن الصورة تمثلت لهم صورة ايه؟ صورة بشعة. وحد بيدفعهم ليه وهم شايفين بشاعة الصورة؟ لكنهم حينما نظروا هذه النظرة لم يلتفتوا الى ان معهم رب ينصرهم على هؤلاء جميعا. كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة. الشوكة هي الشيء محدد من طرف تحديدا ينفذ بسهولة من غرضه. مش الشوكة تلاقيها مدببة كده إيه يعني رفيعة من الآخر وتعرض. الرفع في الاخر ده علشان تنفذ، وبعدين الغلظ بيتناسب مع الايه؟ مع القاعده، عشان ينفذ باتساع يبقى عايزين حاجه يسموها راس الحرب، راس الايه؟ الحرب. وذات الشوكه يعني ايه؟ يعني اللي فيها ايه؟ حده، وتنفذ من الغرض منها ولا يتأبى عليها ايه؟ ولا يتأبى عليها غرض. ولذلك يقول لك شاك السلاح، شاكي السلاح. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين، والوعد من الله يجب أن يستقبل من الموعود بأنه حق ولا مش حق. لأن ما الذي يقدح في وعد الناس للناس؟ أنت تعد إنسانا بشيء، وعدت بأنك تعمل له كذا وكذا وكذا، يمكن بقى المعاد اللي انت قلت عليه ما تكونش موجود، تكون انتقلت وانتهيت، او ما عندكش قوة، او يتغير رأيك. اذا الوعد من المساوي من الخلق مش مضمون انه ايه؟ انه يحصل. لكن الوعد من القادر الذي لا تقف عراقيل امام انفاذ ما يريد يبقى حق ولا مش حق. يبقى كان يقدر انهم ياخدوا الوعد على انه ايه؟ وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أنتم، يعني تميلون وتحبون، أن غير ذات الشوكة تكون
غير ذات الشوكة اللي هي الايه اللي هو العين. ويريد الله ان يحق الحق بكلماته، عايز ينصر الاسلام بقوة ضئيلة ضعيفة على ايه؟ على جيش قوي. علشان يقولوا يا اخوان الضعف ده ازاي قام الى هذه القوة، فيعرفوا ان ربنا مؤيدهم ولا مش مؤيدهم، وبذلك يحق الايه الحق. ان يحق الحق، يحق الحق بكلماته اللي هي بالوعد اللي ايه اللي وعده هناك. الكلمة من الله هي الايه، وأورثنا الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ايه ومغاربها التي ايه، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما ايه صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وايه وقومه. ويريد الله أن يحق الحق بكلماته اللي هو الوعد، ويقطع دابر الكافرين. الدبر والدابر هو الخلف. يقول قطعت دابره، يعني ما جعلتلوش ايه، ما جعلتلوش خلف. تاني لو يحق الحق ويبطل الباطل. ايه اللي دي الاولاني يحق الحق ودي يحق الحق؟ ام قال لك لا، في جزئية يحق الحق، يحق الحق فيها بانه ينصر الجماعة دول، ده كلام سليم. القلة الضعيفة على الكثرة الايه القوية، أدي يحق الحق بكلماته لأنه وعد. وعمل كده ليه؟ عشان يحق منهج الإسلام كله. تبقى دي جزئية للإيه؟ بتخدم الأمر الإيه؟ الأمر الكلي. ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون إذ تستغيثون ربكم. مادة استغاثة طلب الغيث، زي استسقى طلب الايه السفر، استفهم طلب الايه طلب الفهم. يبقى الالف والسين والت معموله للايه للطلب. واصل استغاثه يعني طلب الغوث من مين؟ من قوي عنه. اصلها من ايه؟ من الغيث اللي هو المطر، لما الارض تكذب ولا يجد شميه وبتاع يقول ايه طلبنا الغيث. وبعد ذلك لأن الماء هو أصل الحياة كذلك استعمل في كل ما إيه ما فيه غوث، وهو إبقاء الإيه إبقاء الحياة. وهم في حالة حرب، حالة حرب دي قد يفنون فيها، يوم إيه نطلب الغوث من الإيه من الله. استستغيثون ربكم، تستغيثون ربكم ده جمع، كأنهم كلهم بيستغيثوا. يقول لك مع أن الذي استغاث هو رسول الله، قال اللهم أنجزني ما وعدتني، خلاص أنجزني ما وعدتني اللي هي وإذ يعدكم الله إحدى الإيه إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض. يعني هم دول بقية الإيه دي معناها بيستغيث ربنا. أم قال لك لكن وبقول تستغيثون، هل كنوا بيرددهم؟ ده كان بيقول الكلام ده أبو بكر، قال له يعني يعني بعض مناشدتك ربك لأن الله وعدك أحد الطائفتين أنها لك ومش عارف إيه وإلى آخره. نقوم نقول له تعالى الناس تغفل أن إن فيه داعي ومعه مؤمن. أنت بتدعي واحد يقول آمين، الذي يقول آمين أحد الداعيين، يبقى أكنه دعا. وقال موسى ربي إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا. ربنا ليضله، ربنا اطمس على أمواله واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب. من الذي قال هذا؟ بالنص. وقال موسى ربي إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا. ربنا ليضلوا، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب. ثم يقول الحق بعدها، قال الحق
قد أجيبت دعوتكما، مع أن من الذي دعا؟ إن سيدنا موسى، موسى دعا، إنما أجيبت دعوتكما، يبقى دليل على أن موسى دعا وهارون في الحال آمين آمين، والمؤمن أحد الداعيين. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم إني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. الملائكة هم خلق الله الخفي اللي ما عرفناهش إلا أن الله قال عنه أن لي ملائكة، لأن مش مشهديات، إنما إيماننا بالله وتصديقنا لرسول الله في البلاغ عن الله خلانا نعرف أن لي ملائكة. وقال برضو فيه جن، صدقنا أن فيه إيه؟ أن فيه جن. يبقى حجة إيماننا بأن فيه ملائكة وجن من الغيبيات دي إخبار الرسول الصادق في البلاغ عن الله. عقلنا قد يخفوا لك، ازاي موجود ولا يراش ونقعد بقى نعمل ايه؟ الجماعه اللي انكروا وجود الجن وانكروا وجود الملائكه يقول لك ده الملائكه دي هي قوه الاسباب الميكانيكيه في الاسباب ومش عارف ايه وبتاع وحاجات زي. نقول له انت الحق سبحانه وتعالى حين يتكلم عن امر غيبي يترك في مشهديات وجوده وكونه ما يقرب هذا الأمر الغيبي إلى ذهنك، فيجعلك لا تعرف وجود أشياء، ثم بمرور الزمن تدرك وجود أشياء لم تخلق حين اكتشفتها، وإنما هي كانت موجودة بس ما انتش عارفها. وهناك فارق بين وجود الشيء وإدراك وجود الشيء، في فرق كبير، وجود الشيء وإيه؟ وإدراك وجود الشيء. إحنا قلنا الميكروب اللي ما جاش إلا في القرن السبعتاشر، هو نشأ في القرن السبعتاشر ولا كان موجود من قديم ويدخل في أجسام الناس وينفد من الجلد، مع أنه دقيق دقة لو كان هو كله نابر ما ومع ذلك يدخل. وبعدين اكتشفوه، لما اكتشفوه دل على أنه كان موجودا بس ما عندش إدراك له. إذن فإن حدثت بأن لله خلق موجود وإن لم تكن تدركه، فخذ مما أدركته بعد أن لم تكن تدركه دليل تصديق لما لا تدرك وجوده. لما ناخد دي دليل التصديق لما لا أدرك وجوده، كان زمان يقول لك إيه بقى يا أخواتي، هيوجد ملاكين قاعدين كده يكتبوا، وده من رقيب وده عتيد وعمال يكتب السنيئات وعمال يكتب الحسنات، يقوم يقول له ايوه فيها ايه يعني. طب شوف العالم كده لما ابتدى يسجل على الناس انفسهم وحركاتهم وسكناتهم، مفهوم كده كويس؟ كانت الالات بتبقى ضخمه زمان، وكل ما يتقدم العلم بقت ايه؟ تصغر تصغر تصغر، لدرجة انهم يجيبوا حاجات زي حب البرسيم دلوقتي ويبذرها في الحتة كده ويخليها تلتقط الصور وتلتقط الكلام وتنقله بأنفاسه. إذا كان البشر عمال كل ما يرتقي إيه؟ يصغر الآلة الضابطة، الآلة الإيه؟ كل ما ارتقى يصغر الإيه؟ كان زمان الآلة الحاسبة قد إيه؟ وبعدين كل ما يرتقي يعملها آلة إيه؟ صغيرة كده. الله! إذن البشر المحدود القدرة استطاع أن يجعل الحاسب والمدقق والرقيب كل ما تقوى قوته يخليه إيه؟ صغير. طب ما تقص ديا بقى إلى قوة القوة يطلع له حج، يطلعش له حجب أبدا. وإلى لقائنا آخر إن شاء الله.